هذه ليست لعبة وإنما فكرة أبغى أوصلها لكم. هل يمكن سحب هذه الاسطوانة بدون أن تسقط هذه المكعبات؟ لا يمكن ذلك أبدا، اعتبر هذه الاسطوانة هي التوحيد، وهذه المكعبات هي بقية أركان الإسلام وأعظم العبادات، صلاة وزكاة وصيام وحج وبقية العبادات. لن تنفعك هذه العبادات إطلاقا إذا فقدت التوحيد وأشركت بالله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذا فقدت التوحيد كانت أعمالك هباء منثورا.